انا بغيت نوجه الهضره ديالي للوزير النائم الذي يدعى بالعثماني، لانه هذا الشيء اللي كيدير غادي يبغي غير الخساره. ما قادش على الحكومه خويا، علاش غادي ليها من الاخر؟ ما بقيتو كتزيدوا تزيدوا، بقيتي ناعس ناعس ناعس، ما بقيتي ما يدار. اتفقتي واحد النهار وانت تقول لهم ارى حكا الواد اجي نزيدوا في الساعه. خويا مالك على هذه الحاله كامله؟ حنا على الاقل حنا ما نهضروش، الا جيتي حنا نقولوا حنا المدينه والاساتذه عندهم الطوموبيلات وكل شيء، نهضروا غير على العروبيه اللي كاملين كتعرض كتعرض ارواحهم دائما للاغتصاب. غادي يكسر الاغتصاب، راه بزاف هذا الشيء اللي كدير فيه، راه ما داير والو. اللهم خرج تستسلم بكل بكرامتك، حسن باش الشعب يتقلب عليك. وديما سلا حنا جايين من سلا باش ناطلو، وما غاديش نسكتو ليك، وما غاديش نحبسو، وما غاديش ندخلو نقراو حتى تحيد الساعه. حنا ما بقيناش كنعرفو النعاس، كندخلو في الظلام وكنخرجو في الظلام. شنو هاد الشيء؟ فين هو ولادك؟ فين كيقراو؟ في لندن؟ حنا كنقراو في المغرب. بغينا شي حل يرضينا ويرضي جميع امه سيدنا محمد. حنا ما نذكروش فراسنا، نذكروا العربيه. بغينا شي حل، لقاو لنا حل. خوت العثماني الله يرحم لك الوالدين، بعد منا الله يرحم لك الوالد. راه تبانا وقت الحلوه والله يرحم لك الوالدين. تقرينا من 8 ل 8 وعطينا 16% في النار ونقراو. بغينا نقول واحد الكلمه اخي، هذا الشيء اللي دارته الحكومه اخي راه ما مناسبش الشعب. بنادم تينوض في الظلام، تينوض اخي في الظلام باش يمشي للمدرسه يقدر يتكريس العيال، تقدر توقع لهم شحال من حاجات، شي ما مناسبش اخي الشعب. هذا الشيء راه حشومه، صعيب ولينا كنوضوا نمشيو للمدرسه في الظلام. ردوا لنا اخويا الساعه ديالنا القديمه والتوقيت القديم، راه عيب هذا الشيء يا صاحبي. ردوا لنا وقتنا اخويا، راه حشومه. ولادهم اخويا كيقراو في احسن المدارس، ولاد الشعب يتعذبوا وتمحنوا، ولادهم هما علاش ما يديروش بحالهم بحالهم؟ علاش؟ حيت حومه زعما ولاد الحكومه ولا حنا ولاد الشعب.